كذلك أيضا كان من المحسنين الذين عنوا بالأوقاف السيد حمود بن أحمد، وهو قريب للسلاطين، وصهرهم كان متزوجا ابنة السلطان سعيد بن سلطان، أخت السلاطين برغش وماجد وخليفة وعلي وتركي، هذه أختهم تزوجها هذا السلطان، وكان ثريا بحمد الله تعالى. وقف كثيرا من الأوقاف الخيرية، من بين الأوقاف الخيرية التي بقيت إلى وقتنا بيتان ببكة المكرمة، وقف أحد البيتين لنزول الحجاج فيه، ووقف البيت الآخر لأجل مصلحة هذا البيت عندما يحتاج إلى ترميم أو يحتاج إلى أي خدمة، ووقف أوقافا أخرى كانت أيضا في مكة المكرمة. فالرجل معروف بأوقافه الخيرية، وأيضا هنا في عمان وقف أوقافا بعمان، من بين الأوقاف أوقاف وقفها في سمائل للأمور الخيرية، من بينها نشر العلم، ومن بينها إصلاح الطرق، ومن بينها أيضا تقسيم عائدها على جماعة أبو سعيد في سمائل. هذا الوقف لا يزال موجود إلى الآن، وإن كان الآن بطبيعة الحال لا يؤدي دوره كما كان يؤدي من قبل، لأن النخيل هي تحتاج الآن أكثر مما تعطي، وإلا فهذه أوقاف خيرية واسعة. وكذلك جاءت ابنته إلى عمان، السيدة خولة بنت حمود بن أحمد، وهي حفيدة السيد سعيد بن سلطان السلطان، واشترت أموالا طائلة ببوشر ووقفتها، ولا تزال هذه الأوقاف إلى الآن تسمى بالوقف الخيري في بوشر. السيدة خولة هي التي أوقفتها، هي التي وقفتها. وهنا أيضا في عمان كان أخوه السيد هلال بن أحمد وقف كثيرا من الأوقاف الخيرية، بعضها في الحاجر وبعضها في البلدان، ووقف أيضا أوقاف لسقي الماء ما بين بركة ووادي المعاول، ولا تزال برك الماء إلى الآن موجودة هناك. هذه هو الذي أسسها وأجرى لها هذه المياه، وبنى كثيرا من المساجد. والسيد حمود بن أحمد بنى تقريبا حوالي 40 مسجدا، ووقف لها أوقافا خيرية، مساجد متفرقة، وكل منها وقف له وقفا خيريا. ومسجد معروف بمسجد السيد حمود في مدينة زنجبار، ويعد أغنى مسجد في زنجبار على الإطلاق لكثرة الأوقاف، لكثرة الأوقاف الموقوفة له. ولهما أخ آخر وهو السيد حمد بن أحمد فيما أحسن، قيل وجدت وصيته وفيها أيضا كثير من الأوقاف، وإن كان هو لم يشتهر كما اشتهر السيد حمود والسيد هلال بن أحمد.